الناجوز يتكلم الكاليس وين الناجوز يتكلم الكاليس وين الناجوز يتكلم شيف على الشلغوم ما تسلم الكاليس وين. أول حاجة أنا فرحانة برشا إنه عرضنا غار أون أفون بروميير موجود في مهرجان الحمامات الدولي، وفرحانة برشا بهالتحدي هذا ليا أنا. أول حاجة مهرجان عريق ومن أكبر مهرجانات تونس، وجمهور سبيسيال ومسرح سبيسيال زيدا، دونك احنا حضرنا رواحنا للهالنيفو هذا، وان شاء الله نكونوا قد المسؤولية وقد نقدموا عرض النغار ونقدموا جهة الكيف وموروث تونس على أكمل وجه. فكرة عرض النغار تخلقت في الحمامات، خلقت الكونسيبت خلق في الحمامات، وانا ديما تحديت روحي بفكره في الحمامات تخلقت اني نغني اغاني صوفيه من التراث الصوفي الكافي، هو صوت نسائي غني اغاني نتاع زوي ولا زرد ولا سي 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 سبيسيال. دونك انا فرحانه برشا اللي نعاود ونرجعوا الحمامات بفيرسيون ناضجه اكثر وفيرسيون مخدومة أكثر. فكرة المشروع كبرت، المشروع كبر، الأغاني تفرعت، الأغاني أكثر، ضمينا العيساوية معانا، أعطينا أغاني أخرى بار لكوتي صوفي، خدمنا أغاني من التراث الكيفي اللي مسموعة واللي متروكة زادة غيرانجي، أغاني الإيا دغنوج أغاني جديدة أكيد باش تكون حاضرة زادة في عرض النغار. دونك تولد وكبر وتوا يقابل في أم ومرأة أخرى. الناجوز يتكلم الكاليس وين الناجوز يتكلم الكاليس وين الناجوز يتكلم شيف على الشلغوم ما تسلم الكاليس وين. نقول الدم ليفان الاديان المعموله مخلطه بالموسيقى، معجونه بالموسيقى، معجونه بالتراث. هذيك علاش مهما تكون عندي افكار ومشاريع ودي بروجي جدد ودي برودوي جدد وبرودكسيون جديده اللي هي لازمه وباش تكون حاضره زاده في مهرجانات اخرى دي دوتر برودكسيون، لكن ما نجمش نبعد على الكيف وعلى تراث الكيف وتراث تونس. انا نرى روحي من المدافعين على التشبث بالموروث وبالتراث. وانا نفرح برشا اني نوصل شويه من طريق اداء صليحه والا من المدرسه هذيك صليحه، هي من الاعلام ولا من الفنانين اللي رسمت ملامح الاغنيه التونسيه وتاريخ الاغنيه التونسيه. يعني لو فات اللي انا نفكركم بصليحه والا هكا نجيب لكم صليحه حتى شويه، دونك سي تان بليزير سي تان اونور بالنسبه لي. انا مهم عندي برشا اني نبين للجمهور لا بوليفالونس اللي انا نجم ولا نحب النجم هذيك هما يحكموا عليها من بعد. انا نحب نجرب برشا حاجات، نحب نغني ترابي، نحب نغني كلاسيكي تونسي والكلاسيكي شرقي، ونحب نغني جديد والاغنيه المتحركه واللي فيها اكثر ريتم من اللي معروف جديد. نحب نغني شويه راب، بون ما نغنيش راب لكن نلون الراب بطريقتي. نحب نغني تراث، نحب نجرب برشا حاجات، انا نحب ندخل للزافونتور ونكتشف روحي زاده في الالوان هذيك. دونك ابار التراث الكيفي والتراث التونسي فما بوكو دو بروجي، فما برشا مفاجئات انا نخبيتهم لروحي ومخبيتهم لكم انتم زاده. دونك تابعونا على لي ريزو سوسيو باش تراو برشا جديد، وحنا ما عادش نغيبوا عليكم تو كها تو لي بروجي الخدمه الموسيقى، وان شاء الله تستمتعوا بالجديد الكل.